مرحبا، هذا هاتف نوكيا الجديد سيروكو. أحدث هواتف نوكيا. هذا الجهاز فيه ميزتين رئيسيتين تميزه عن الهواتف الأخرى التي في السوق. أول شيء هو التصميم. تصميم الهاتف يأتي بشكل مختلف كليا عن أي جهاز آخر. معظم الهواتف في هذه السنة بالضبط يتشابهون بالتصميم ويقلدون بعضهم، لكن نوكيا اختلفت عنهم تماما، وهذا الشيء أعجبني. وللأسف الهاتف يستخدم الزجاج بالأمام وبالخلف، وهذا يعرضه للكسر، لكن نوكيا وفرت معه غطاء للحماية في الصندوق، وهذا الشيء جميل. الأزرار التي بالجانب غريبة لأنها مصممة بشكل مخفي. أول ما ستستخدمها ستجد أنها غريبة ولن تتقبلها لأول مرة، لكن ستتعود عليها بسرعة. شاشة هذا الجهاز منحنية من الجوانب، وهذا يذكرني بهواتف سامسونج القديمة، بالإضافة إلى أن الجهاز تصميمه جميل. ثاني شيء يميز هذا الجهاز هو نظام التشغيل. ستلاحظ بالخلف مكتوب أندرويد 1، هذا يعني أنه موجود في جهاز أندرويد خام أصلي. تعديلات: تجد أنها نسخة جيدة، لا يوجد بها تطبيقات مكررة أو بطء مثل واجهات المنافسين. هذا مهم جدا لأنه ستأتيك تحديثات فور إصدارها من جوجل. هذا الجهاز يعمل بآخر نسخة من الأندرويد أوريو، وبهذا يسبق الهواتف الغالية جدا ولم يصل آخر نسخة من الأندرويد. طبعا الجهاز بخلف توجد كاميراتين بالتعاون مع شركة زايس المتخصصة بالكاميرات. تطبيق الكاميرا يذكرني بأجهزة لوميا القديمة. الكاميرا يوجد بها وضع بوكي وهي عزل الخلفية، وانتجت الصور جيدة جدا. ممكن التعديل على العزل بعد التقاط الصورة مثل بعض الهواتف. يوجد وضع بوتي الذي اطلقت له السنة الفائتة. فكرة جديدة خاصية انه يمكنك تشغيل الكاميرا الامامية والخلفية مرة واحدة، او وضع الكاميرا الامامية بالخلف. كذلك يوجد بالكاميرا الخلفية تقريب بصري مرتين. فكرة من هذه الخاصية انه يمكنك العمل تقريب بدون فقدان جودة الصورة. والان ننتقل الى السماعات. هذا الجهاز توجد بالأسفل، مستواها وسطها جيد، لكن للأسف السماعة العلوية تشتغل معها. تجد الجهاز بأبعاد سابقة ليس بأبعاد جديدة. هذا أكثر شيء كنت أتمنى أن يقوم بتعديله، لكن أوبامونوكيا تستعد لتقديم جهاز أقوى، لهذا توفر هذه الأشياء للجهاز القادم. بكل صراحة الجهاز جيد جدا، لا توجد فيه ميزة ممكن تشاركك بها هاتفك القديم وتشتري هذا الهاتف، لكن إن كنت تحتاج هاتف بنظام خفيف وأداء سريع وأهم شيء يدعم التحديثات السريعة، فهذا الهاتف سيكون مناسبا لك، خصوصا يوجد دعم سريع لجوجل مباشرة. إلى اللقاء، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للتواصل بكل جديد التقنيه.